السلام عليكم للمرة الثانية. بغضون شهرين يدعو رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى الانتخابات المبكرة. بالمرة الأولى رفضت أغلب قوى الإطار بتصريحات هذه الدعوة. المرة الثانية لم يعلق أحد لحد هذه اللحظة. أما مبرراتها فيستند المالكي على دستوريتها أولا ووجودها ضمن أولويات الاتفاق السياسي ثانيا. فلماذا يصر المالكي على فكرة يصفها بعض الساسة بأنها ولدت ميتة؟ ولماذا يختلف حلفاء المالكي معه في هذه الجزئية؟ هل لما يرونه من وجهة نظرهم من استقرار وتقدم خدمي، أم إنها لمصالحهم السياسية التي وجدت طريقها إلى أحضان السوداني دورا في ذلك؟ أما على أرض الواقع فالظروف الآنية حتما كما يقولون لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة من الناحية اللوجستية كما يرى ذوي الاختصاص. فلماذا إذن هذا الإصرار من دولة القانون دون غيرها؟ وهل هي مجرد مغازلة للتيار الصدري، أم هي محاولة للعودة إلى المشهد في ظل توسع القاعدة السياسية والجماهيرية للسودان؟ حياكم الله في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي السيد عبد الرحمن الجزائري القيادي في تيار القسم الوطني، والأستاذ علي الفتلاوي عضو الإطار التنسيقي، والدكتور مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله سيد عبد الرحمن. حياكم الله. مرة ثانية المالكي يدعو إلى انتخابات مبكرة، في القصة بالضبط؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى قناتكم الكريمة الفضائية وجمهوركم وإلى ضيوفك الكرام و الشخص الذي عبر السكايب أعتقد هناك ضيف طرح طبعا لربما جدي هو وإنعاد للمرة الثانية، وبالتالي هناك أسس للسيد المالكي يرى مشاكل العملية السياسية المؤخرة ما بين تأخر اليوم موضوع المكون السني وموضوع اليوم إدارة الدولة، رأى أنه هناك مشاكل كبيرة جدا في الثلث الذي لا ينتمي إلى لربما حلول للمواطن العراقي. الثلث أنا أقصد به اللي هو ما بين مشاكل الإقليم والمركز اللي لم تحل بزيارة السيد مسعود، الجانب الثاني موضوع المكون السني مع الإطار ومشاكل السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي، ومشاكل مجالس المحافظات الأخيرة الذي لا يزال الآن يعني نوبات السرطان بها لحد اللحظة هذه في الشارع ما بين ديالى وما بين كركوك، والجزء الأكبر عملية التهديد الأمريكي على الوسط السياسي. شنو ربطنا كل هذا اليوم المبكرة؟ وضع السيد المالكي على ورقة ومع مجلس الشورى الذي يتحكم اليوم بحزب الدعوة الإسلامي، وبالتالي رأى أن الانتخابات المبكرة مع الورقة الموجودة التي لدى السيد السوداني بالاتفاق السياسي قبل لا يكون السيد السوداني ومشاكل خروج التيار الصدري، الحل الأمثل به الانتخابات المبكرة لحلول اليوم إدارة الدولة والإطار ولمعارضات اليوم الشارع العراقي أمام صندوق بتغيير العملية السياسية إلى وجوه جديدة لربما، وإلى تعديل بالأنظمة التي لربما عانت خلال 20 عام من مشاكل، من قضية داعش، من قضية إرهاب، من قضية طائفية. كل هذه اليوم وضعها السيد الحاج أبو سراء في منطق اليوم التغيير والأفضل. يعني هنا أنت هواية تفاصيل، يعني نعم. هواية مفاتيح لأشياء أخرى. نعم، بس أحسن راح ألقف هاي مع الوجوه الجديدة. هو السود المالكي من الوجوه الجديدة مثلاً؟ لا، المالكي يدعو بالتالي ما عنده طموح لربما وجوه جديدة. لا اسمح لي، الوجوه الجديدة اليوم أكو متغيرات. يعني السوداني أكثر جداً من المالكي. يعني إحنا أكثر مشاكلنا، بس اسمح لي، هسه عندنا مشاكل مثلاً يعني على الوجوه القديمة، وبالتالي هذه الوجوه القديمة أكو من يطالب اليوم بتبديلها. هسه تحدث لك بالجمهور لو الوضع السياسي مثلاً. أنا أعطيك فد مثال. اعتراض الأخوان على أنه محمود المشهداني كرئيس برلمان كان بأنه قديم ورجل كبير بالعمر ولا يتحمل. اعتراض قسم من الأخوان على السيد محافظ بغداد من تقدم على أنه يجاوز العمر وما شابه ذلك. زين، اليوم الدعوة لعملية انتخابات مبكرة، ليش هذا يشمل السوداني، يشمل المشهداني الاعتراض، ويشمل فلان فلان، ما يشمل المالكي نفسه؟ المالكي ذاك اليوم قالوا له اذا انعرض عليك رئاسة الوزراء قال لهم ما عنده مشكله، كان مالكي هم بعمر مهما. هسه هذا طموح لكل اي سياسي او زعيم. هسه السيد المالكي اذا يدعو الانتخابات مبكره
لأن تجي اليوم برلمان جديد اليوم يجي قبة تشريعية تنحل مشاكل المكون السني، تنحل مشاكل الإقليم. اليوم أنت الانتخابات حلول زين. بعدين هي ورقة يا أستاذ محمد، إحنا خلنا نحكي واقع الحال. هذه الورقة السيد السوداني والإطار وإدارة الدولة وموقعين عليها بالتالي على انتخابات مبكرة. ما يعيق الانتخابات المبكرة الوضع الفني، المنظومة الفنية الآن غير مكتملة. لا لا بقضية يعني الانتخابات الباقين الباقين يقبلون بانتخابات مبكرة. أنا أعتقد قريت فقط تصريح واحد للسيد السيد عمار الحكيم للحكمة أنه قبل شهرين تقريبا الطرح الأول أنها ولادة ميتة وكان اعتراض، لكن أعتقد بالمستجدات الجديدة ما بعد اليوم وضع قرار لأنه تكون هنالك برلمان وأن يكون هنالك محافظين جدد في كركوك وديالة، أعتقد جزء من البرلمان اليوم والإطار سيناغم نعم السيد المالكي في مشروع الانتخابات المبكرة. مثل منه مثلا؟ يعني أنا لا أستبعد يعني القوى السياسية الموجودة بالإطار هسه بدون مسميات، جزء منهم اليوم أعتقد يتناغم مع مثلا أنا أعطيك في أحد لقاءات الإعلامية أنا كنت مع الأخ أحمد ملا طلال وكان بالاتصال مباشرة أنه سكرتير رئيس الوزراء أؤيد أنه تكون انتخابات مبكرة. سكرتير رئيس؟ نعم. سكرتير السوداني؟ سكرتير السوداني نعم. من هو سكرتير السوداني؟ يعني أحد أعتقد أنا ما يحضرني اسمه، بس هو اتصل بأحمد ملا طلال قال له نعم نؤيد فكرة أنه مشروع السيد المالكي. هذا الحكي قبل 60 يوم. لا هو السكرتير السوداني يعني السوداني يعني هذا الناطق باسم السوداني يعني هذا رئيس السوداني أحد مستشارينا، بالتالي اتصل بالبرنامج دز رسالة إلى أحمد ملا طلال قال له نؤيد كلام السيد الجزائري بأن تكون هنالك انتخابات مبكرة. يعني السيد السوداني رئيس الوزراء لا يعترض، وبالتالي هو اليوم القائد إذا ما يعترض ليش ما ينفذ الموضوع؟ ليش ما ينفذ اللي صار فيه؟ ما مطروح لحد الآن للإطار، هذا المشروع لها لا يزال ما مطروح على طاولة الإطار وإدارة الدولة. لا هو جزء من البرنامج الحكومي هسه جزء من السوداني مو قاعد ينفذ بالبرنامج الحكومي؟ نعم. ليش ما ينفذ هاي الفقرة؟ ما عنده اعتراض السيد السوداني لكن أكو آلية. أنا قلت لك اليوم أكو اعتراض جزء من الكتل السياسية تعترض اليوم زين. مثلا اكو جزء من المكونات اليوم في المشاركه بالعمليه السياسيه تعترض على الانتخابات المبكره زي. واكو جزء منها لا نعم توافق، مع انه انت نسيت شيء كبير جدا، العمليه السياسيه غير مكتمله لانه هنالك خروج التيار الصدري وبالتالي هذا يؤثر تاثير كبير يعني على العمليه السياسيه، بالتالي هاي المشاكل اغلبها لانه الشارع العراقي منقسم قسمين. التيار الصدري ما يعني لحد هذه اللحظه ما عنده رده فعل يعني على الموضوع. التيار الصدري سيد الصدري قال انا رجال قاعد وراح ادان قاعد. التيار الصدري عندما يغير مسمى من التيار الصدري الى التيار الشيعي الوطني، وبالتالي سماحة سيد مقتدى لديه جمهور اليوم 4 مليون جمهور اليوم فقط في بغداد وفي المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط وشركاء، وعنده 73 مقعد خارجين. انت تقول لي ما يرجع العملية السياسية؟ هذا غير ممكن. لا لا انا ما قلت ما يرجع، انا ما اعرف، انا مو ناطق. هذا مو كلام، مو كلام واقعي. خلي نحكي مؤشرات. أقصد إنه ما صدر من التيار الصدري. بس إذا تسمح لي، ما صدر من التيار موقف رسمي بتصريح رسمي من أحد أعضاء التيار بأنه إحنا راغبين بإجراء الانتخابات ورجع للانتخابات. مو هو أصلاً يحضرون ما يحضرون هاي يمهم ما حد يعرف. والإطار بعد ما متناقش على هذه القضية على طرح السيد المالكي. تبع. أنا أقول لكن لو طرح هذا الموضوع والإطار أنا أعتقد سينزل بيان لربما قريب جدا من التيار الصدري مو بعيد. تمام أستاذ علي حياك الله. حياك الله. شنو يعني شلون يقرون شركاء المالكي هذا الموقف اللي منفرد به المالكي؟ أكثر من مرة الرجل طلع، هاي ثاني مرة، من غير اللقاءات الجانبية اللي نسمعها يتحدث عن انتخابات مبكرة ويقول انه هاي الانتخابات المبكرة هي ضمن البرنامج الحكومي. ليش ما يكونون صادقين ويا الناس ويطبقون البرنامج الحكومي؟ يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلي يا رب على محمد. خوش ابتسام يا رب. تحية لك تحية ضيفي. حياك وتحية لجميع متابعي الكرام. صراحة اللي تبسمت بانه زين دورة القانون الان بدت تدافع عن التيار الصدري وتعطي ارقام يعني مقاربه الى الواقع. زي. قبل كانت ما تعطي، سيقول جناب الدكتور يقول مثلا في بغداد 4 ملايين، قبل كان ما يقول الموضوع هذا. هنالك اكثر من هذا اقصد يعني 11 مليون نسمه يعني ثلث العراق. خلاص قبل ما تقولون هيك، قبل ما تسولفون، قبل ما تسولفون هيك. لا هو جمهور واضح موجود تهزين يعني استاذ تميمي ساكت هسه يستلمها دكتور. شوف دكتور، اولا هنالك موارد لهذا الامر. السيد المالكي لديه بعد نظر سياسي
زين. وأنا أعتقد بأني قدرت أحصر هالموضوع بأكثر من 4 نقاط يرمي إليه السيد المالكي. الأمر الأول للسيد المالكي، يريد إيجاد السيد المالكي إيجاد مرحلة سياسية ساخنة، يعني ما تبقى الأمور هادئة، الأمور مستقرة ثابتة كذا، يريدها تصعد دائما، لأن استقرار السياسي مو مصلحة الكتل السياسية، دائما تريد لها فد موج صعود نزول صعود نزول، حتى تتعاطف يتعاطف المجتمع مع الصعود والنزول. يعني إذا تبقى الأمور مستقرة إذا ماكو كتل سياسية عاملة. ده الشيء المالكي يريد يولعها مثلا؟ لا لا مو يولعها، لا لا هو عامل إيجابي، نعتبره مو سلبي هذا الموضوع. زين. اثنين، هي رسالة إيجابية للسيد صدر بأن أنا وياك بأفكارنا متلاقحة تقريبا في هالفترة مثل ما نوه جناب الدكتور الآن. زين. ثلاثة، رسالة تحفيزية للسيد السوداني بأن يا سيد السوداني أنت الآن هنالك آراء تريد تعمل على أن يكون هنالك انتخابات مبكرة، شد حزامك واشتغل حتى لا تكون هفوة أو كسل أو ركود في عملية السياسية. زين. أربعة والأهم من عندها، هو جسنا نبض للكتل السياسية التي إن كانت كردية وإن كانت سنية وإن كانت إطارية. هذه الأمور الأربعة. يعني مو جدي هو السيد المالكي في هاي التفصيلة؟ لا ليش مو جدي؟ بالعكس هو لو ثينت لو سادة باكر يسوي انتخابات مبكرة. باكر. ليش؟ أنا أقول لك ليش. أولاً. لا هذا أكو سبب. إيه؟ تتحدث عن الناس يقول لك رئيس الوزراء السوداني بما أنه هو بالحكم الآن فراح يأثر على شعبية المالكي وراح بالانتخابات راح يزوده هواي. هذا فالرجال يريد ما يريد يعني ما يريد يوقع بهذا المطب، يريد يحافظ على وضعه. هذا الفقرة الأولى اللي قلنا إيجاد مرحلة سياسية ساخنة في صعود وفي نزول. زين. هذه المرحلة الآن الموجودة بأن هنالك استقرار سياسي وهنالك توجه أنظار إلى السيد السوداني من حيث الخدمات. زين. ومن حيث الـ الأمور الأخرى الاقتصادية وغير الاقتصادية وحتى الأمنية. السيد السوداني السيد العفو المالكي يريد الفات النظر إليه، يعني يكون المجتمع ما يلتفت فقط إلى كتلة فرضا دعم الدولة اللي يقودها الآن السيد السوداني. دورة القانون بنيت على مراحل، ومن ضمن المراحل تنظيم القانون وجعل القانون فوق الجميع. زين. هاي واحدة من الأمور اللي استفاد منها السيد المالكي. تمام. بس كل رؤساء الوزارات ما هزوا المالكي. المالكي في كل رؤساء الوزارات حافظ على وضعه هو كرمزية. هواية من عدة من جيلة غادرة وراحة، والنسا وين الجعفري وين الأديب وين فلان على مستوى الشيعة، وهذا ينطبق أيضا على أعضاء التيار وأعضاء معرفين. مالكي بقى ومحافظ الرجل على وضعه، قوة وصلابة السيد المالكي. بس لا اسمح لي، بالنسبة ككتلة سياسية فالمالكي محافظ أيضا على زايد واحد ناقص واحد، هم محافظ على وضعه. يعني شنو مثلا السوداني يهدد المالكي؟ ما يقدر يهدد المالكي. أولا السيد السوداني يحاول البناء ما يحاول تهديم، خاصة على الكتلة الإطارية. زين. يكون جزء هو من البناء ما يكون جزء من التهديم. السوداني؟ السوداني نعم. شلون النواب قاعد يطلعونه من الكتل ويروحون للسوداني؟ ما طلعوا من دولة القانون. شلون ما طلعوا؟ عالية صيف وين كانت؟ ما راحت، ما استقبل. ما استقبلها؟ ما استقبل. ها؟ لا راحت إلى مكتب السيد السوداني وما قبلوا بيها. ما قبلوا بيها؟ ما قبلوا، لأن هذا عملية تهديم إلى المالك السيد المالك، والأخوان ما يقبلون في هذا الأمر صراحة. زين. السيد المالكي لديه شخصية قوية وحنكة قوية في السياسة والقيادة. قد تختلف عن الكثير من الرموز والقيادات. لذلك لا زال مواظبا على نفس الوتيرة وعلى نفس القيادة وعلى نفس الهرمية التي وضع نفسه بها. أنا أعتقد بأن السيد المالكي لديه مرحلة، وهذه المرحلة لا تخلو من الصعوبات. يعني إذا نجي الآن ندخل في عمق دورة القانون نجدها بأنه جزء كبير من عدها، ما نقول جزء كبير وإنما جزء طلع من عدها واستطاع أن يستقر في أمر معين وأن يأخذ مكان معين. يعني دولة القانون بقت قد يكون مبنية على أشخاص. زين. وهالأشخاص نعم لديهم عمق في دولة القانون وفي الدعوة، لكن لحد الآن هم لم يتصدوا بصورة حقيقية، سواء السيد المالكي هو المتصدي بصورة حقيقية. يعني في حال غياب السيد المالكي لا وجود لدولة القانون. تمام. أستاذ مجاشة، دكتور مجاشة حياك الله. أهلين وسهلا. تسمعني دكتور؟ أسمعك مساء الخير. حياك الله وأهلا وسهلا بك. طبعا لا تتصور نفسك قاعد بعيد عنه، ترى انت هنا بنص هذا. انا عبالي عبر الاقمار الصناعية. لا لا يعني بس جماعه يقولون ليش ما جبت دكتور مجاشع وخليته بيناتنا؟ لا بعدين يجي بالحلقه الاخيره ان شاء الله. بعد سنه ان شاء الله.
شنو جا ابو سراء يغاز السيد يغاز ابو هاشم؟ شنو القصه بالضبط؟ فهمني. ايه مساء الخير دكتور عليك وعلى جمهورك وعلى ضيفيك الكريمين. يعني انا اعتقد الان كل القوى السياسيه يعني داخل البيت الشيعي وخارج البيت الشيعي تفكر في الانتخابات. يعني احنا باقينا تقريبا سنه وربما بدايه العام المقبل تبدا الحملات الانتخابيه الغير مباشره والغير رسميه. بالنهايه انا اعتقد ان القوى السياسيه كلها تفكر. يعني اليوم ازمه البرلمان هي ازمه ترتبط بالانتخابات المقبله. اليوم السيد الحدبوسي يريد ابقاء السيد المندلاوي رئيس البرلمان كي لا يجي يعني ياتي شخص ثاني وبالتالي يملا هذا المكان المهم اللي به رمزية. السيد المندلاوي أيضا يفكر باعتباره هو من الشخصيات الصاعدة السياسية، وبالتالي أنا أعتقد يعني من حق كل الأطراف اليوم تفكر. زين. من وجهة نظري ما قاله سكرتير السيد رئيس الوزراء هو صحيح ودقيق. يعني أنا لدي معلومات أن رئيس الوزراء قال في اجتماع خاص قال أنني على استعداد لإجراء الانتخابات. بالنهاية هذه الانتخابات المبكرة ضمنت ضمن المنهاج الحكومي وصوت عليها، بالنهاية أصبحت قانونية ويمكن اي جهه سياسيه تقوم بالذهاب الى المحكمه الاتحاديه. لا لا بس اوقف بس اوقف بس اوقف خلي اتوقف عند هذه المعلومه. يعني السوداني نفسه يريد الانتخابات المبكره؟ انا اعتقد هو السوداني قالها بامانه، قال انا مستعد لاجراء الانتخابات، ولكن تعرف دكتور هذا الموضوع هو موضوع يرتبط بالقوى السياسيه. اذا القوى السياسيه قررت الذهاب الى انتخابات مبكره انا اعتقد السيد السوداني من مصلحته اليوم اجراء الانتخابات باعتبار انه يعني شعبيته اليوم في اعلى يعني درجه، وبالتالي انا اعتقد انه السيد السوداني اصبح رقم صعب جدا في هذه المعادله. وبالنهايه انا اعتقد من مصلحه السيد السوداني، والسيد السوداني كما قلت قالها بلسان عربي انه راغب باجراء انتخابات مبكره، ولكن القرار يرجع الى القوى السياسيه في حل البرلمان، هناك اجراءات قانونيه. وبالتالي أنا أعتقد أنه السيد المالكي ربما حتى تيار الصدري، يعني تتذكر قبل تقريبا أشهر قال السيد أبو حسن العامري قال اتصلت بالسيد مقتدى الصدر بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي من البرلمان وقلت له لا تشتركوا في الحكومة ولكن ابقوا نواب التيار الصدري في البرلمان، قال لا هذه المرحلة، هذا على لسان السيد أبو حسن العامري السيد هاد العامري، قال هذه المرحلة هي مرحلة للإطار التنسيقي شكلوا الحكومة والمرحلة المقبلة هي مرحلة سنعود مرة ثانية. بمعنى أن التيار الصدري يعني حتمية عودته باتت واضحة. اليوم التيار الصدري تيار قوي ولديه هجوم كبير، وهناك أطراف من داخل الإطار التنسيقي يقولون أنه لو بقي التيار الصدري ما حصل في الكثير من هاي تمام. بس المالكي بدعوته يريد عودة التيار الصدري لو عنده مشكلة ثانية، لو عنده مشكلة مع شعبية السوداني، لو أكو وضع يريد يصلحه. لا انا اعتقد انه السيد نور المالكي هو من الشخصيات السياسيه الكبيره ويعني له خبره طويله في اداره حتى الازمات بالعراق. انا اعتقد انه السيد نور المالكي هو يريد عوده التيار الصدري لانه يشعر بخيبه امل من وجهه نظري الخاصه، لم يقل لي احد، ولكن انا اعتقد بعض اطراف الاطار التنسيقي للاسف الشديد لم يعطوا السيد نور المالكي الاهميه او الحجم الذي يليق بالسيد نور المالكي. هناك كثير من الاتفاقات من الازمات حلت دون موافقة السيد نور المالكي، وكان لديه يعني كانوا يعتبرون السيد المالكي رقم كما موجود في داخل إطار التنسيق. وأعتقد أنه السيد نور المالكي ربما هو أكبر باعتبار أنه السيد نور المالكي هو الأب بالنسبة للإطار التنسيقي وخطط يعني إطار التنسيقي في البداية لولا المالكي لما حصل الكثير من الأمور. لهذا أنا أعتقد أنه هناك انزعاج من قبل السيد نور المالكي، وهناك من يشير إلى أن هناك انزعاج منين؟ من الإطار؟ طبعا من بعض أطراف الإطار الذين يغطوا على السيد نور المالكي. مثل شنو؟ مثل شنو؟ لا أنا يعني تعذرني يعني هذا الموضوع لأن هاي معلومات يعني خاصة، أنا أي طرف ممكن أذكره ربما تكون بأزمة، لكن أنا أقول لك أنه هناك أزمات حصلت وتدخل بها أطراف داخل الإطار التنسيقي دون أن يكون هناك موقف لسيد نور المالكي. سيد نور المالكي يعتبر نفسه الأب للإطار، وهناك أزمات يعني ربما أزمة مثلا كركوك لم يكن لسيد نور المالكي دور فيها، وبالتالي أنا أعتقد واحدة من الأزمات اللي أصفت بالإطار التنسيقي. وهناك حتى شخصيات مقربة من الإطار وأعضاء في الإطار في برامج سياسية وحتى يمكن في برنامجك مثلا هم غير راضين على هذه الصفقة، بالنتيجة يعتبرون أنه هذا ربما قرار من بعض أطراف الإطار التنسيقي دون أن يكون هناك يعني توافقا إطاريا لحل إشكالية. هذه وحدة. العلاقة بين بغداد والإقليم أيضا فيها رؤى
ربما هي الرؤى لم تأخذ بنظر الاعتبار رؤية السيد نوري مالكي. لعلك تتذكر الجلسة التي عقدت في البرلمان بغية يعني إصدار قرار بإخراج القوات الأمريكية، حينها دولة القانون لم يشتركوا، وكانت رؤية السيد نوري المالكي أن القرار هو بيد رئيس الوزراء. هذه القرارات هي قرارات مناطة بالحكومة العراقية، وبالتالي واضح جدا أنه لم يؤخذ بنظر الاعتبار ولم يكن هناك اتفاق على عقد جلسة البرلمان لإخراج القوات الأمريكية. بس داخل الإطار كل اللي موجودين داخل الإطار هم أعضاء في الإطار، فالمالكي بالتالي هو عضو من أعضاء الإطار لا أكثر ولا أقل، أو هو مؤسس الإطار لو شنو بالضبط شلون يتعرف؟ لا يعني أنا أقول مثلا الأزمة التي حصلت بين السيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي كانت الخطط الرئيسية لإبقاء مثلا الإطار التنسيقي على حاله والوقوف بوجه التيار الصدري، كانت الرؤى بالدرجة الأساسية للسيد نوري المالكي، ولهذا السيد نوري المالكي يعتقد ويعتبر نفسه أنه ربما يجب أن يحظى بأولوية ويعني إعطاء يحظى باهتمام أكثر من باقي الأطراف. يعني إحنا لا يمكن صراحة كل الاحترام والتقدير لأعضاء ولزعمات الإطار التنسيق، ولكن بعض الزعمات لا يمكن أن يحسب حسابهم كما يحسب للسيد نوري المالكي باعتباره هو الأب واعتباره من الشخصيات، بالإضافة للسيد هادي عامر من الشخصيات المخضرمة والذين عاصروا المشهد السياسي منذ عام 2003 ولغاية الآن. ولهذا أنا أعتقد أشعر بما يشعر به السيد نوري المالكي من حالة من التهميش، ولهذا يعني الآن المعلومات تشير كما صرح يعني أطراف من داخل من داخل دولة القانون ومن ضمنهم السيد عقيد الفتلاوي أن هناك تواصل وهناك اتصال بينهم وبين التيار الصدري، ولا أعتقد أنه يعني أن القطيعة ربما تكون مستعصية. ربما إذا كان هناك مصلحة للعراق في أن يعود التيار الصدري وربما يدخل في كتلة واحدة أو في قائمة واحدة انتخابية أو تحالف، فأنا لا أستبعد هذا لأن ما حصل في عام 2006. نعم هاي ارجع لها واحدة، بس خلينا نشوف المالكي مهمش والله ضيب. لا يعني دكتور رأي هذا رأي محترم بس مو دقيق يعني ابدا، لا يزال يعني لا اكو صعود لناس يعني امتلكوا الامكانيات صارت عندهم وزارات صاروا يحسبوا لهم حساب. لا دكتور بس عندهم مجالس المحافظات. انا ما قلت مهمل ولكن لم يحظى. لا لا ما قلنا مهمش، لا لا قلنا مهمش ربما لم يعطى يعني المكان الذي يستحقه سيد نوري المالكي فيه. لا لا انا تذكرت قبل كانوا تظاهرات الدنيا مقلوبه لان مهمشينهم يقولون زمن المالكي مهمشهم هسه المالكي يعني يتهمش. انت تقدر تاخذ المواقف مو فقط من المكون الشيعي، تاخذ المواقف من المكونات البقيه الشركاء يعني زين. من الاكراد مثلا شنو رايهم اليوم بقياده الاطار بدون المالكي؟ لا يمكن القرار يكتمل. المكون السني لن تكتمل موضوع اليوم هذه القضية، وأنا أعتبرها مثل صلح الحديبية ماكو. هاي القرار الأخير اللي بين تنازل عزم وإلى إلى السيد الحلبوسي، أعتقد لولا تدخل اليوم دولة القانون وتدخل الإطار ما كان تنحل بوجود السيد المالكي. السيد المالكي أبو المواقف يعتبر. المواقف بنتشتت. أما قضية الصلح الحديبية شنو يعني صار مشركين ومسلمين؟ لا لا مهم يعني مشركين لا يعني. اسمح لي هم اختلفوا وبالتالي أصبح عملية أنه لابد أن أكثر من مرة جلسة وتسعة أشهر ماكو برلمان، بالتالي تدخل الإطار باجتماع بيت الدكتور حيدر العبادي وبيت السيد المالكي وانحلت القضية تقريبا. الأيام الجاية إن شاء الله تنحل موضوع البرلمان. أنا أتحدث لك اليوم غير مهمش السيد المالكي. لا مشكلة المالكي مشكلة داخلية مع الإطار وليس مشكلته مع الإطار ومشكلته مع السوداني ومشكلته داخل وضعه هو السياسي نفسه. هذه شنو المشكلة السبب؟ الأولى السيد المالكي ينظر إلى صحيح هذا الكلام لو لا؟ اسمح لي لا مو صحيح. السيد المالكي ينظر إلى المشاكل الخارجية زين بعدين يرجع للداخلية. الجماعة بالإطار الشركاء ينظرون للمشاكل الداخلية لا ينظر للمشاكل الخارجية، هذا الفرق فقط. زين البعد النظري اللي عنده هو كما كان قراره لما بقضية مثلا خلى المرحوم رئيس الجمهورية امام جلال عن اعدام صدام المقبور ما تخلى السيد المالكي كانت عنده شجاعة وقالوا له الامريكان راح يواجهوك، العرب السنة راح تواجهك، الشركاء راح يصير فوضى بالبلد، قال لا هذا قراري واحد. الشجاعة اللي يمتلكها انا هسه بدون مدح له فبالقرار هو جريء جدا بهذه القرارات، يعني يتحسب للوضع السياسي القادم قبل الإخوان، يعني هذا الجزء المهم. تمام السودان أي تهمش اسمح لي أي تهمش الآن هو هسه كدولة قانون عندهم
اليوم نواب وعندهم وزراء وعندهم حقوقهم زين. ولا يزال اكو وتد قوي جدا للسيد المالك وهو حزب الدعوه الاسلامي. هذا اهم شيء. وين حزب الدعوه الاسلامي؟ لا اسمع لي خلي اجيك. شنو حزب الدعوه؟ شنو التقارب ما بين لربما الشراكه بين التيار الصدري وحزب الدعوه الاسلامي؟ الخط الشهيد الصدري الاول مع الخط الشهيد الصدري الثاني لا يستبعد بخط واحد، هذا خط واحد ما نقدر نغيره. يعني بالتالي سماحة السيد مقتدى اذا رجع للعمليه السياسيه وقرر ان رجوع الى اليوم وضع السياسي ودخل اليوم بالعمليه السياسيه بجمهوره، الى من يشترك؟ يعني هل يشترك مثلا يعني مع الحكمه؟ مستبعد. ليش؟ ما ممكن اشترك السيد والشيوع. لا اسمح لي، لا مو انا استعاد علي استاذ، خلينا نتحدث بصراحه. هاي سياسه. انا اليوم انا عندي جمهور قوي وانا خطي وخط والدي وخط اجدادي ابتعد عنه؟ ما ممكن. السياسه تختلف. لا اسمح لي انا اختلفت ويا الاطار واداره الدوله وخرجت ب 73 لان اختلافي كان على رئاسه الوزراء زي. وهذا حقي كان مو، لكن الان بهذه العمليه الجديده اليوم انا ما ادخل ويا الشركاء اللي هم ادنى مني، لازم ادخل ويا القوي. ما ممكن. هو العمليه السياسيه مبنيه على الشكل هذا، مع من يدخل؟ يعني اليوم السيد المالكي مع البشائر اليوم عنده نواب وعنده وضع اليوم واضح مو تمام، مو مبهم الوضع ماله، الوضع ماله السياسي واضح. شنو يعني من هذا؟ شنو يعني مع البشائر؟ ما هي اكو مشكله مع البشائر. لا هذا اللي يشاع. البشائر جزء لا يتجزأ من دوله القانون. لا تفند لي هسه يداور بالاعلام. انا لا سمع، لا يداور بالاعلام. اكو خلافات واكو مشاكل؟ ابدا ماكو خلافات مشاكل. اكو نواب من شو اسمه من البشائر اختلفوا بقضيه التصويت اعتقد على اقاله السيد المحافظ وبالتالي هذا كان معارض لدوله القانون، ما يقبلون دوله القانون. تمام. ورجعت الامور طبيعيه يعني زين. هذا ما يحتاج له. أيه؟ دولة القانون مع البشائر هم واحد، ما يتجزؤ. زين المالك ليش يصرح بالإعلام عن الانتخابات المبكرة؟ نعم. وهو داخل الإطار هوب يقنعهم بإجراء بقرار داخل الإطار ويمشي الانتخابات المبكرة. دكتور محمد أنا أقول لك هي ورقة سياسية موجودة وأقول لك هسه تذكرت. تمام داخل الإطار تعالوا فعلوا هاي الورقة. بداية البرنامج سألتني السيد السبهان اتصل بأحمد ملا طلال وقال له بالبرنامج واحنا على الهواء. تمام عسان مو احنا واكدها الان الدكتور مجاشع اكدها لك. تمام. انه موقف رئيس الوزراء اليوم السيد السوداني مع الانتخابات المبكره. هسه نرجع بعد من هو البقيه؟ من هو الحكمه؟ المجلس الاعلى؟ شوف صادقون. تعلمنا بالسياسه. نعم تعلمنا بالسياسه احنا. نعم. الحكي بالاعلام غير اللي جاي يدير جوه. فاي واحد يقول لي انا والله اليوم مع الانتخابات المبكره وادعو لها، اي عم يلا شوفنا وينك. شنو وينك؟ شوفنا وين اجراءاتك. هذا الطرح يراد لمشاركه بالراي، مو طرح انفرادي. ما يمكن السيد المالكي جزء من الاطار، ما يفرض على الاطار. اسمح لي رؤيه. لا عفوا طرح المالكي لا يزال لا لحد الان. زين ليش ثاني مره يعلنها بالاعلام ما يطرحها بالاطار؟ مو هذا بعد يشوف رايهم رد الفعل اليوم. بالتالي بالبدايه كان اكو رد فعل، اكو كانوا معارضين بالاطار. الان اعتقد بعد الهدوء هذا والسكينه السياسيه لا اعتقد هنالك من يؤيد عمليه الانتخابات المبكره. تمام. المالكي عنده مشكله مو عاديه يعني، وهي صحيح يعني تتبوع لها. الان داخل الاطار يحسبون المالكي اي عضو. المالكي عضو. شلون المالكي عضو دكتور مجاشع؟ يعني شويه ويقول لك هو الاطار من الاسسه هو المالكي. هسه هذول اللي موجودين على طاولة القادة من اللي صنعهم؟ أغلبهم صنعهم المالكي. هم طلعوا من عباءة المالك صحيح؟ كيف يتعاملون مع المالكي على أنه عضو عادي؟ شوف أستاذ أولا أنا فقط عندي ملاحظة يعني هي تقريبا مو صحيحة مع رأي السديد الدكتور بأنه يقول الآن السيد المالكي يبحث عن القوي. هو مو صحيح السيد المالكي. لا قصدك قال السيد الصدر. لا اتحدث عن سيد الصدر. اي يبحث عن قوي حتى يذهب وياه. ايه يذهب. يعني اليوم احنا هذا التحجيم انا احتقده للسيد المالكي. يعني اليوم السيد المالكي يعتبر رمز وقائد ولديه مقاعد كثيره وكبيره، المفروض يصير تناسب بالراي. يعني ما يصير انا ابحث عن القوي اليوم اذهب للسيد الصدر على اساس مثل اليوم السيد الصدر لازم اقوى من عندي حتى اذهب. لا اخو بكو، السيد الصدر لديه كتله والسيد المالك لديه الكتله. لا اقوى انتخابيا. انتخابات بس اجيك هسه بالتالي انتخابيا يعني استاذ علي السيد المالكي. لا بس اسمح لي مفرده هذه. اولا انا كاني كقائد اليوم سياسي ما ادخل الا مع القوي. كل القاده السياسيين يتحكمون اليوم.
اليوم من قوى السيد السوداني؟ تقصد انتخابيا؟ قوى السيد السوداني رئاسة الوزراء، مو شرط السادة، مو الجمهور. دكتور دكتور مو شرط، مو شرط اليوم. اليوم فرضا ابشر يا عراق، ابشر يا عراق نزل منفردا، نعم السيد الحكيم، نعم نزل في وقت منفردا، نعم التيار الصدري نزل منفردا. اكو مرات مو شرط يعني انا ابحث عن القوي حتى انصهره وياه، بالعكس انا اقول تذويب للقوه مالتي، اذوق قوتي في حال دخول بالتحالفات. القوي يروح على القوي، احسنت، القوي لا مو شرط، مو شرط احيانا يكون صحيح، احيانا يكون صحيح اي بس لكن اليوم بحجم فرضا التيار يبحث عن قوه اقوى منه، ماكو اقوى منه، يقول لك ماكو اقوى منه يبحث عنه، فيصير عمليه اكمال اكمال عدد اكمال سفر الاطار. الاطار بصوره عامه مجتمعين يكون في تحت في تحت اطار الطاولة المستديرة، يعني ما يكون قرار انفرادي لا من السيد المالكي ولا من السيد الأسدي ولا من السيد هادي العامري ولا من الشيخ ياسر الخزعلي. هنالك حوار يسمونه الحوار الأفقي، زين هذا الحوار الأفقي يعني أساس أوكي تمام، جبت الأسدي وحطيته بصف المالكي تمام، هو الأسدي منين طلع غير من عباية المالكي؟ هسه هنا تساوي الاسدي وي المالكي، هنا هي بها مشكله يمكن عند المالكي. احنا نفس الشيء خوب السوداني هم نفس الموضوع هذا، احنا ليش ليش اليوم شلون قصدي يعني السيد السوداني ما كان من ضمن كوادر الدعوه السوداني هم هم ينظر للمالكي، اصبح رئيس وزراء السيد السيد الكريم. اليوم احنا الان نستصغر يعني القيادات ونضعها الا لا مو استصغار، انا اقول لك هسه المالكي اصبح كتله، اصبحت كتله باكر احتمال السيد ياسر يجلس مجلس المالكي. ليش همي قال المالكي انت كنت يمي فرضا ما خب ما ما تقاسي الامور جزء قايل لا لا قصدي هذا رؤيه سياسيه ما ماكو مشكله. اليوم يكون انشقاقات وانشقاقات موجوده في كل الكتل السياسيه، زين باكر عاليا صيف طلعت من السيد المالكي تكونها فد فد كتله وتذهب تجلس حال حال السيد المالكي، ما ينظرها بين السيد المالكي لانه انت كنت جزء منه وطلعتي، ينظر الى هي كتله مستقله اصبحت الان. مثل الاخير شو رايك ما ادري هذا يعني فالقصد معناته اثنين 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 بانه اليوم يم يم هي المثل الاخير شنو رايك بي كيفك اثنين خب هاي اجيال يعني جاي اجيال سياسيه شنو الرساله مالك يظل هذا هو هو الدرد اقوله هاي اجيال سياسيه تتداور ما طبعا واحد ورا الثاني. فقصدي اليوم ما نقول والله الاسدي قاعد بجنب المالكي اعتبره هذا لديه كفاءة سياسية وهذا لديه كفاءة، هذا لديه بعد نظر. لا لا هي الأرقام تحكم، هي الأرقام أحسنت، هي الأرقام تحكم. يعني هسه اليوم نريد نعد الإطار شو نقول؟ نقول مالكي هذا العامري قيس الخزعلي كذا يعني خب هاي أرقام الإطار. الإطار عنده مشكلة، الإطار شلون راح ينزل بالانتخابات مع محمد الشياع السوداني بدون محمد الشياع السوداني؟ محمد الشياع السوداني شو يريد من عندهم؟ من اللي وعنده حلفاء محمد الشياع السوداني، محمد الشياع السوداني الان حلفاء الان هو عنده لديه لا اكو حلفاء الان من حلفاء عنده حلفاء اليوم سيد الكريم سيد الدكتور محمد يعني يعني من خارج الاطار لا من داخل, من داخل, من داخل, داخل, داخل الاطار. اولا السيد محمد السوداني الان لديه تحالف دعم الدوله، دعم الدوله فيه ثلاث اجزاء، هو هذا تحالف النواب احسنت. اثنين بالمستقبل اللي هي بعد 3 سنة و3 أشهر الانتخابات، بالمستقبل إما أن ينزل إطار مجتمعاً بقائمة واحدة زين أو ينزل بثلاث قوائم، أما تكون سفينة السيد السوداني كبيرة تستوعب الكتل السياسية. أنا أقصد أقول سفينة السيد السوداني تستوعب الكتل السياسية، أنا أعتقد بأنه السيد المالكي لا يدخل في هذه السفينة خوش، واحتمال كبير بأن السيد العامري لا يدخل في هذه السفينة. احتمال القوائم الباقية إن كان السيد الحكيم وإن كان الأخوة الباقين يدخلون في ضمن السفينة وتسير الأمور ويدخل الإطار إما مجتمعاً تحت عنوان مظلة واحدة ومسمى واحد. يدخلون الإطار يدخل مع السوداني؟ لا إحنا هنا تختلف الرؤية. لو العكس هو المفروض السوداني بعد الإطار. هسه أقول لك أنا أقول لك هناك ثلاث طروحات. الطرح الأول بأن ينزل السيد السوداني وحده ومن يأتي معه يدخل في هذه السفينة. زين. والطرح الثاني ينزلون منفردين. كل واحد السيد المالك ينزل، السيد الحكيم ينزل، السيد السوداني مع تحالف دعم الدولة ينزل وأكثر، والطرح الثالث ينزل في ثلاث قوائم، ثلاث قوائم اللي أنا أعتقدها دعم الدولة من أستاذ علي؟ آسف قطعتك. دعم الدولة السيد أبو علاء الولاي والشيخ الغراوي. أبو علاء الولاي إيش عنده؟ سيد الشهداء كان. لا لا عدة نواب. عدة نواب. منين جو؟ سبع نواب. منين جو؟ سعد نواب. اي منين اجوا بالانتخابات كل شيء ما عدا منين اجى هسه؟ قصدي من عد هذا مثل السيد علي نصيف. ايه؟ وكثير. لا شلون جاهم بالله؟ احمد الاسدي لا لا احمد الاسدي لا شلون انا اسدي انا ردفت خدمات
ابو الاء سيد الشهداء السيد السوداني ما السيد السوداني السيد السوداني هذا فقط والله اوقف عنده ابو الاء بالانتخابات ولا عنده نائب وكل شيء ما طلع له ولا مجلس المحافظه عنده شيء فالح خزعلي منين هسه فالح خزعلي اكتمى فالح خزعلي هي قصدي البصره البصره عند البصره وعند العماره منين جابها شلون انسحب التيار بعد ما انسحب التيار يعني لا 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 حتى ورا التيار يا اخوي لا لا اكو نواب صعدت حتى ورا التيار ما عنده اكو نواب صعدت واكو نواب انضمت لدعم الدوله شيني بالله ضمهم بالفكر خلاص هو مقتنع لا لا بس فرضا يوسف الكلابي إيه؟ يوسف الكلابي من ضمن دعم الدوله بس مو من ضمن بالا صح احكي لك خوب نفس الشيء السيد إيه؟ الغراوي وسيد لعد السيد السوداني ايش قد عنده 6 سنين وضم ولا ضم ولا جزء من العدو بس هذا رئيس الوزراء سيد الكريم قصدي اليوم توافق فكري طبعا. انا اعتقد بال 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 بالطريق المنهج اللي تمام يعني ابو الاء يقنع ذولا كلهم وهيك جابهم قناعه هي قناعه نائب يحتاج مرات الانسان ينظر الى ان يكون جزء كبير لا يكون جزء صغير يعني لو فرضا ذاهب السيد اي مسمى الى السيد المالكي سوف يكون جزء من الاجزاء لكن عندما يذهب فرضا السيد فالح خزعلي او يوسف الكلابي او سعد توبي او مرتضى محمود الساعدي او كل المسميات هذا ارقام كبيره تعتبر في دعم الدوله زين فينظر الذائب الى هذا الامر مو شرط بانه اليوم زين ذولا هم كلهم مو كانوا من ضمن الاطار ليش راحوا بهالطريقه هذا خلاص هذا نوع من الديمقراطيه اللي لا هذا تفليش الاطار مو تفليش الاطار يعني قصدي من عدها بعد الاتفاقات او قبل الاتفاقات بانه لا يجوز انضمام جزء فرضا من الاطار الى يعني كسر الاطار او هدم عمليه الاطار قبلها كانت بها مجال الان ما يمكن ان يستقبل اطار تمام. اي اسم من الاطار تمام دكتور مجاشع نعم شنو يعني شنو على كان تعليقك قبل شويه ما سمعتك لا انا بس على الاعداد اللي قلت بعض الكتل ما فازت بس بعدين صار عندهم 7 مقاعد اعتقد هاي الارقام يعني اعداد أعضاء مجلس النواب من التيار الصدري بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر لا أنا أقصد حتى بعده لأن أصلاً قبل التيار الصدري ما كان ولا واحد وهي كتل هسه كبرت بطريقة بعدين هي تطلع واحدة يعني إذا أقول لك ولهذا السبب يمكن بعض الأطراف المتذمرة القيادات الكبرى داخل الإطار التنسيقي يعني هم متذمرين بصراحة من هذه المواقف يعني ربما بعض الأطراف التي تمددت خلال هذه الفترة بعد غياب السيد مقتدى الصدر ربما حتى أثر على الخريطة السياسية شوف احنا الإطار التنسيقي عندما نقول الإطار هو مو إطار حزب أو جهة سياسية مسجلة هو إطار التنسيق بس بالنهاية هذا الإطار التنسيقي بدأ يتوسع شيئا فشيء يعني كان في البداية أعداده ممكن تكون يمكن يصلوا إلى توافقات في قضايا كثيرة مثلا تشكيل حكومة السيد السوداني وبعد الأزمات الأخرى ولكن هذا التوسع الغير مدروس وعدم وجود هناك رؤى متفق على بعض القضايا أعتقد هو هذا من اللي ممكن يقبل بانتخابات مبكرة يعني أنا أقول لك اليوم الأطراف اللي تريد انتخابات مبكرة من داخل الإطار التنسيق أعتقد هو سيد رئيس الوزراء وسيد نور المالكي بالدرجة الأساس احنا ناسين الآن يعني نعتبر كل العملية السياسية هي إطار والحقيقة مو هذا يعني الإطار بشفة والكتل السياسية السنية بشفة والكتل الكردية بشفة إذا عرضوا الكرد ما يمشي الموضوع إذا عرضوا السنة ما يمشي الموضوع صحيح؟ لا إذا اتفقوا الإطار على رأي واحد أنا أعتقد القوى السنية والقوى الكردية ستمضي مع قوى الإطار التنسيقي وحتى في موضوع اختيار رئيس مجلس النواب السنة يريدون يعني انتخابات مبكرة نعم ربما يريدون انتخابات مبكرة هو القرار قرار شيعي هو القرار شيعي وأنا أعتقد دكتور اول قرار شيعي يعني اعضاء مجلس النواب من الاطار التنسيق وحدهم تقريبا 186 نائب وبالتالي هم يقدرون يقضون اي شيء ولكن انا اعتقد من وجهه نظري انه هناك خلافات داخل الاطار التنسيقي خلافات كبيره في الرؤى بين قوى الاطار التنسيق ولهذا صارت عندنا بعض الاشكاليه ايش السعر والله انا قلت ايش السعر ليش جابهم؟ لا لا يعني فرضا لا مو كتبتها لك ايش قد سعرهم؟ لا لا شوف اولا مرات اكو نائب يحس روحه فريد في العمليه السياسيه مجاشع التميم من قطع لا استاذ دكتور عذرا انا كتبت ويا اعطاني اسماء نواب قلت له مو اسماء قلت لك المستقلون هسه يقول شلون اجوا هم قلت له المستقلين اولا اللي يحس بروحه فريد يعني وحده مو اصحاب قرار يحتاج الى ان تكون لكتله قويه حتى تمام. اثنين نواب تشرين
يوم تشرين الكثير طيب والله العظيم انت طيب وانا احبك الله يحفظك خليها من خليها مغطايه روح فوت دكتور خليها مغطايه وبعدين تنكشف شوف دكتور يعني انا اسف جدا شوف حجم الاطار التنسيقي زعامات الاطار التنسيقي يعني قيادات كبيره لديهم يعني عمق في السياسه لكن في الانتخابات اللي حصلت عام 21 تبين انه جمهورهم يعني قليل هي يعني هاي نخب ولكن جمهور معته يعني بغض النظر عن المقاعد حتى بالنسبة لأعداد المصوتين كان هذا العدد لا يتناسب مع حجم الإطار التنسيقي يعني إحنا مو كل القوى اليوم اللي قاعدين في هذه الدائرة المستديرة يعني إذا نقيس جمهورهم لا يليق بحجم يعني هذا التأثير وحجم تاريخهم الجمهوري وخبرتهم السياسية لأن في انتخابات 21 شفناهم أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة جداً وكل من صوت لقوى الإطار التنسيق كان بحدود مليونين وشوية من كتلة شيعية كبيرة هي كتلة الوسط والجنوب ولهذا أنا أعتقد بالفعل أكو إحنا عندنا إشكالية كبيرة يعني الإشكالية تتعلق بالمشروعية يعني اليوم أغلب هذه القوى السياسية قوى تقعد وتقرر طبعا ولكن للأسف ما عندها هاي القوة هسه بهذا الوضع اللي إحنا به حاليا اختاروا رئيس الوزراء وتدري أنت اختيار رئيس الوزراء قد يطول مشت الأمور وربما إحنا نحظى بنوع من الاستقرار هسه بالشارع نحظى نوع من الاستقرار من يضمن إلا الانتخابات المبكرة ستعود إن بنتائج صحيحة بنتائج ممكن تسير العملية السياسية بطريقة صحيحة يعني هم راح ننتظر رئيس وزراء سنة يلا يصير رئيس وزراء ويتعاركون جماعة المناصب ووزارتك ووزارتي وفلان وكذا وهذا ما حذر منه السيد نور المالكي في كلمته الأخيرة يعني حذر من شراء الدمم شراء الأصوات التزوير هذا الموضوع من يحكي به السيد نور المالكي وما يحكي عن يعني أمور ربما توقعات من عنده وإنما لديه معلومات السيد نور المالكي زعيم حزب سياسي كبير ولديه قوة برلمانية كبيرة ولكنه ليس لديه جناح مسلح فبالتالي سيد نور المالك هو يقلق بصراحة من أن الانتخابات المقبلة ربما تخرج عن السيطرة ويحصل فيها تزوير كما حصل في الانتخابات يعني السابقة في 21 حتى في 21 و18 حصل فيها تزوير كبير لهذا القلق قلق مشروع وأنا أعتقد أنه لا توجد لغاية الآن ضمانات وإلا كان السيد مقتدى الصدر ربما حتى على ضرورة أن ينفذ يعني هذا الانتخابات المبكرة باعتبارها أصبحت قانونة ولكن أنا أعتقد أن السيد نور المالكي ربما السيد مقتدى الصدر لديهم مخاوف وهذه المخاوف مشروعة وخصوصا أن هناك انتشار كبير للسلاح وأن أغلب القوى السياسية داخل الإطار التنسيقية السلاح سالفته سهلة الفلوس الفلوس أيضا سالفة الفلوس الفلوس هذه وحدها هي أطلقت السيد نور المالكي وانت شفت الكلمة الأخيرة للسيد نور المالكي شان مالك ما عدا فلوس مثلا شنو لا هي فلوس ربما وربما يعني ما أعرف أنا بقضية الفلوس أنا ما أعرف يستهدف من ربما يشير إلى أي قضية اليوم سيد عبد الرحمن هذه يعني قاعد نتحرش فيه لا 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 بالعكس لا بس أنا مو متحدث أسمع عنده دكتور عبد الرحمن الجزائري دبلوماسي قسم الوطني لا لا مو قضية لا دكتور مو دبلوماسي بس مو متحدث رسمي أنطي يعني أنطي رأيي الخاص للتيار مالنا أقولك شنو يحكي هسه عن الفلوس وعن كذا ومن هالسوي يستبق الأحداث بعدين منو قال لك الانتخابات المبكرة ما راح ترجعنا على رئيس الوزراء وصير قصة شطولة يلا اختاروا لهم رئيس وزراء لا لا هو بخلال حديثه وضح أكو نقاط معينة مهمة منها موضوع الأموال اللي تدخل بالانتخابات وهذه قضية موجودة الآن موجودة هسه ما تحدث لك بالانتخابات هسه؟ نعم موجودة الآن شون يعني هسه؟ أكو صفقات سياسية الإخوان كلهم يدرون بها اليوم والشعب العراقي عنده علم بها ويومية على التواصل الاجتماعي موجودة اليوم التنقلات والمناصب وشراء الذمم للأسف الشديد تنقلات ما شنو؟ نعم تنقلات شنو؟ تنقلات المناصب اللي عضو برلمان من هاي المنطقة لهاي المنطقة قصدك من كتلة الكتلة؟ طبعا أكيد هذه بفليسات؟ أي موجودة طبعا هاي بفليسات؟ نعم نعم بها دفع عمال للأسف الشديد وشراء الذمم يعني يمكن بهاي السالفة صاروا مجموعة عندنا هنا بهاي بديش صفحة؟ لا هسه احنا ما نتحدث باللي طالع شواليش حجيت مو كلنا نحكي بس احنا اسمح لي ليش اليوم ينتقل النائب من مكان الى مكان هسه مره اكو توجهات وطنيه تمام اكو توجهات ماديه المالكي هل هو ضامن انه ما بعد الانتخابات المبكره راح تمشي الامور بسلام لو هم خاف تتعاركون بالمنطقه الخضراء استاذ محمد لن تكتمل العمليه السياسيه الا بقضيه الانتخابات المبكره وحل المشاكل تمام هاي المشاكل بس اسمح لي ما تنحل وللاسف الشديد
يعني يتغاضى جميع الكتل السياسيه يا اخو ليش ما تحلونها هسه التيار لما زعلان اليوم ويا الاطار واداره الدوله مو غير ترجع هذا الزعلان عليك انت لو تخليه زعلان عليك هو انتم التميتوا ورحتوا له مثلا بعد هاي الفتره كلها ويستقبل ما يستقبل عمي ما يستقبل السيد الله يحفظه ما يستقبل كان تضربون بالتخت رمو السيد راح اقول لك قضيه قبل سنه وسنتين السيد المالك صرح قال انا ما ادري ايديه وهو ابن الشهيد الصدر يا معودين مو بعيد عن الخط الرجل لكن هو ما لحد الان ما اليوم اكو رؤيه واضحه برجوع التيار الصدري للعمل السياسي. تمام شكرا سيد عبد الرحمن الجزائري القيادي في تيار القسم الوطني شكرا للاستاذ علي الفتلاوي عضو الاطار التنسيقي شكرا دكتور مجاشع التميمي الباحث في الشان السياسي اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله. We'll be right back.